كيف نجلو البصيرة؟ إزاي نقدر نشوف صح؟ وأنا هلخصها لك في كلمة واحدة، كل الثلاثين حلقة في كلمة واحدة، كلمة واحدة لكي تصبح ذو بصيرة حادة، أن يحبك الله بس. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، تشب بتوفيق الله، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، إنه يحبك. فإذا قلت لي يحبني إزاي؟ برضو بمنتهى البساطة نفس الحديث، ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. إصلاح الفرائض وزيادة النوافل.